بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أيها الإخوة، تقدم الكلام على صدر هذه الآية الكريمة أمس، والآن في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالكلام على الاعتكاف من وجوه: أولا، تعريف الاعتكاف. ما هو تعريفه؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه الجماعة بنية التفرغ والتفرد مع الله جل وعلا بنية الاعتكاف، فلا بد له من نية، ويقصد بالمسجد إقامة الصلاة فيه والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. فالتعريف الشرعي هو الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله جل وعلا بنية. وقولنا لزوم مسجد يخرج لزوم غير المسجد، يخرج التردد على المسجد بغير لزوم، لا يسمى اعتكاف. لزوم المسجد بغير نية لا يسمى اعتكاف. لزوم مسجد بنية لغير طاعة الله جل وعلا لا يسمى اعتكاف، وإنما الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه الجماعة بنية التقرب إلى الله جل وعلا. فلزوم المدرسة والجامعة والرباط والبيت لا يقال اعتكاف شرعي، وإن سمي اعتكاف لغوي لكن لا يسمى التقرب إلى الله جل وعلا. فلا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، فإن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فلا يجوز للمسلم أن يعتكف فيه، لأنه إن اعتكف وخرج لكل صلاة جماعة أكثر الخروج، وإن اعتكف ولم يخرج للجماعة فقد أساء
ترك واجبا وفعل مسنونا، فالاعتكاف سنة وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على كل واحد بعينه، فلا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وخرج بذلك لزوم المصلى. فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا شرعيا، لأن الله جل وعلا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأن يكون لطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه لا لأجل الاجتماع أو نحو ذلك من غير الطاعة فلا يصح أن يسمى اعتكاف، وهو مسنون أي سنة مؤكدة وليس بواجب حتما. ولا يجوز للمرء أن يأتي بالسنة ويتخلف عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة والاعتكاف سنة، ولا يجوز له أن يترك الواجب عليه ويقيم السنة. قالوا: كمن يبر خالته ويضرب أمه، هذا أساء وإن بر بخالته. والمسنون ما هو؟ المسنون هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لو أن المرأة اعتكف وخرج من معتكفه فلا بأس عليه ما لم يكن الاعتكاف واجب بنذر، لأنه متى يجب الاعتكاف؟ بالنذر، إذا نذره على نفسه فيجب أن يفي به، لقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لو أن المرأة أتانا قال: أريد أن أنذر، إن نجحت بالامتحان أتصدق بكذا، أو إن ولدت امرأتي غلاما ذكرا سليما أتصدق بكذا، أو غير ذلك من النذور، نقول له: لا يا أخي لا تنذر، ما يستحب لك النذر، لأن النذر لا يأتي بخير، ويخشى أن تعتمد عليه تظن أنه ما أتاك هذا أو ما نجحت أو ما رزقت الولد إلا بسبب النذر. فالنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير. وجلس معنا قليلا هذا السائل، ثم أتانا آخر فقال: إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام أسبوعا أو 10 أيام أو 10 الأواخر من رمضان، أو نذرت أن أتصدق بكذا، أو نذرت كذا وكذا، فما يلزمني؟ نقول: يلزمك أن تفي بنذرك، يلزمك أن تفي بنذرك. الرجل الأول عندنا يسمع الكلام هذا قال: كيف تلزمون هذا بنذره وأنا تقولون لي إنه لا يأتي بخير؟ نقول: نعم، نحن محقون في كل ما نقول الحمد لله. نقول لك: لا تنذر، إن النذر لا يأتي بخير، لكن إذا نذرت فأوف بنذرك، إذا نذرت فأوف بنذرك. رجل أتانا وقال: أنذر أن أعتمر من التنعيم،
نقول لا يا أخي لا تنذر، إن النذر لا يأتي بخير. جاءنا شخص آخر قال إني نذرت لله أن أعتمر من التنعيم، ماذا نقول للثاني؟ أوف بنذرك، أوف بنذرك، لأنك نذرت والنذر يجب الوفاء به. أما إذا كان قبل الوجوب، قبل أن توجب على نفسك، فأنت بالخيار، إن شئت فاعتمر وإن شئت ألا تعتمر. فهذا هو المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إن كان بنذر. فالنذر واجب الوفاء به، يجب أن يفي به، يجب عليه أن يفي به لأنه واجب الوفاء. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شخص أتانا قال أريد أن أعتكف بالجامعة أو أعتكف بالرباط أو أريد أن أعتكف في دكاني أو أعتكف في مدرسة ما، نقول لا يا أخي هذا لا يجوز، لأن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، ولا بد أن تنوي طاعة الله جل وعلا في ذلك. بعض العلماء رحمهم الله يرون أن لا اعتكاف إلا في واحد من المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى بيت المقدس. قالوا لا يجوز إلا بها. ومن ذلك ابن أبي حذيفة رضي الله عنه يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فجاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن إن بعض المعتكفين يعتكفون في مسجدي كذا وكذا، المسجد الذي بين بيتي وبيتك، بيني وبين بيتي وبيتك يعتكف فيه الناس. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. ما شجعه على هذا بل رد عليه، قال هم أصابوا الاعتكاف في المسجد ما دام تقام فيه الجماعة، وأنت يحتمل أنك أخطأت في هذا، ويحتمل أنهم ذكروا هذا وأنت نسيته. الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفقه من حذيفة ويقول يجوز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة. وفي قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد ما خصصها جل وعلا، وإنما عمم المساجد كلها. أي مسجد تقام فيه الجماعة يجوز فيه الاعتكاف. وحصر الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا لا وجه له ولا أصل له من كتاب ولا من سنة، فكيف نلزم به الناس؟ والاعتكاف من حيث العموم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب وقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام أن طهر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود،
للعموم. وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فهي مشهورة مستفيضة من اعتكافه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفعل إلا المشروع شرعا. واعتكاف المسلمين معه واعتكاف أزواجه معه وبعده. وأما الإجماع فقد دل على ذلك بوضوح وسهولة. فهو مستحب ما لم يشتغل عنه عن واجب أو بفعل محظور أو ترك واجب. فإذا كان يلزم من هذا الاعتكاف ترك الواجب أو ضياع ولده وأهله فلا يجوز له ذلك. ثم الاعتكاف السنة المشروع في رمضان، وأجاز بعض العلماء رحمهم الله الاعتكاف في غير رمضان، لكن الاعتكاف في رمضان هو المشروع الذي اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إنه صلى الله عليه وسلم اعتكف ولم يعتكف إلا في رمضان، فدل على أن الاعتكاف سنته في رمضان. ولو اعتكف المرء في غير رمضان لصح له ذلك. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في الاعتكاف في غير رمضان. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله لا يعتكف إلا في رمضان، وبعضهم استحب الاعتكاف في كل وقت لكنه في رمضان آكد وأعظم أجرا، تحريا لليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان تحريا لليلة القدر لعله يصيبها وهو يتضرع إلى الله جل وعلا. وليلة القدر كما تقدم لنا تتحرى في العشر الأواخر من رمضان. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، فتبين له أن ليلة القدر ليست في هذه الأيام، فاعتكف العشر الأوسط في رمضان، فتبين له أنها ليست فيها، فاعتكف العشر الأواخر من رمضان، واستمر على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين أو من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء أو أقل أو أكثر، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الاعتكاف يصح ولو زمنا قليلا، لأن القصد منه لزوم المسجد والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وبعض العلماء رحمه الله قال لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم وليلة، وبعضهم قال لا يجوز الاعتكاف أقل من العشر الأواخر من رمضان. المسألة أقوال عدة، يوم وليلة استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. وعمر نذر هذا النذر في زمن الجاهلية قبل الهجرة وقبل الإسلام، ثم أسلم رضي الله عنه، ثم هاجر إلى المدينة
فتذكر نذره فأراد أن يفي بنذره، واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك، ما دام نذر طاعة فيجب عليه أن يفي به. قال بعض العلماء لا اعتكاف إلا بصوم، لا بد أن يكون صائما. آخرون قالوا لا يلزم الصيام وإنما يجوز مع الفطر لاعتكاف عمر ليلة في المسجد الحرام، واعتكافه ليلة لا يلزم الليل الصيام. وإذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه ذلك، إذا نذر أن يعتكف صائما وجب عليه ذلك، ويلزمان بالنذر الاعتكاف والصوم. وأما إذا لم ينذر فله أن يعتكف إذا وعد بالاعتكاف، قال أريد أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان ثم بدا له أن لا يعتكف فلا بأس عليه، لأنه سنة أراد فعلها ثم عدل. إذا تخلل اعتكافه جمعة فيستحب له أن يصلي ويعتكف في جامع من أجل أن يتخلل اعتكافه خروج. أما إذا لم يكن جامع قريب فلا بأس عليه أن يصلي في مسجده باستمرار ما عدا الجمعة، والجمعة يخرج لها لأنها في الأسبوع مرة لا تتكرر، فيجوز له أن يعتكف في المسجد الذي يجمع فيه، ولا يلزم النذر في مسجد معين سوى المساجد الثلاثة. إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى فله ذلك، إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي فله ذلك، إذا أراد نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فله ذلك، وله أن يعتكف في المسجد الفاضل ولو نذر في المفضول. نذر في المسجد الأقصى مثلا له أن يصلي ويعتكف في المدينة، وإذا نذر في المدينة مسجد النبوي فله أن يعتكف في المسجد الحرام ويصلي فيه. والمرأة لها الاعتكاف في المسجد إذا لم يحصل فيه مخافة ولا تبذل ولا مخالطة للرجال، علما أن اعتكافها في المسجد الذي يجتمع فيه الرجال والنساء قد يترتب عليه محظور، قد تنام وتنكشف بعض جسمها وهي نائمة والرجال يمرون بها فتأثم بهذا إثما عظيما، فعليها أن تجتنب ذلك أو تكون في مكان بعيد عن الرجال، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها. فإذا كانت عندها مصلى في بيتها فلا يجوز لها الاعتكاف فيه، لأن مكثها فيه لا يترتب عليه عبادة ولا يلزم منه شيء من ذلك، فيلزم أن تكون في مسجد تقام فيه الصلاة، ولا يلزمها الصلاة هي جماعة، لكن يلزمها أن تصلي أن تكون في مكان نائ عن الرجال غير مسجد بيتها، لأن مصلاها في بيتها لا يسمى مسجد. ويجب عليها أن تحذر الفتنة، أن تبتعد عن الفتنة، لا تفتن نفسها ولا تفتن الرجال. ثم على المعتكف أن يبتعد عن مخالطة الناس بكثرة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ حجيرة يتحجر بها
يصلي فيها ويعبد الله جل وعلا ويبتعد عن الناس، مع أن الناس في حاجة ماسة إليه، لكنه عليه الصلاة والسلام يخلو بربه في ذلك الوقت، خلافا لما يفعله بعض الإخوة يجتمعون في مسجد ما من كل قطن أو من كل جهة من جهات عدة، فيقضون وقتهم بالسواليف والجلوس بعضهم مع بعض والتحدث عن بلادهم وديارهم وأعمالهم ونحو ذلك. هذا ليس باعتكاف شرعي، وإنما هو مجتمع متحدث، ولا يجوز للمرء أن يدخل في نية الاعتكاف ثم يتخذ معتكفه متحدثا للناس، إلا من أتاه لزيارة خفيفة فلا بأس، لفعل صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، ثم يذهب معها يوصلها إلى دارها عليه الصلاة والسلام.